بيكم في حلقة جديدة من حلقات النهاردة. هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. طبعا في البداية هنعمل حاجات حلوة، إحنا في العيد كل سنة وحضراتكم طيبين، وحابين نعمل وصفات بسيطة وجميلة مع الشاي، طبعا بجانب الحاجات الحلوة اللي إحنا دايما بناكلها كحك العيد والبسكويت والحاجات الحلوة اللي عملناها مع بعض. لكن ما يمنعش إن في ناس تانية ممكن ما تاكلش من ده وتحب تاكل كيكس وحاجات مختلفة. خلينا نراعي ونبقى عملنا كل حاجة وكل الآراء اللي اتقدمت لنا حطناها في الاعتبار، وده علشان نرضي حضراتكم. في البداية هنبدأ نقول هنعمل ايه. هنعمل النهاردة كيك الجلاش. اتفقنا انه كيك الجلاش من الكيكات الخفيفة واللطيفة، ولو اتبقى عندي بواقي من الجلاش انا مش عارفة اعمل بيها ايه وهتنشف الفريزر، انا اقدر استغلها في كيك حلو. هنشوف مع بعض، هنبدأ نقول المقادير بتاعتنا وتنطلق صفارة الحكم وبتبدأ وتعلن عن بداية الشوط الأول. يلا بينا. عندي لكيك الجلاش لفة من الجلاش، وممكن تاخد أقل أو أكتر على حسب كمية الجلاش أو حجم الصينية اللي حضراتكم هتستخدموها. عندي كوباية ونص من اللبن، نص كوباية من القشطة، 3/4 كوباية من السكر أو ممكن تبقى نص كوباية حضراتكم عاوزين، 4 بيضات، عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، فانيليا، رشة من الفانيليا، ونص كوباية من السمنة المذابة، وينفع زبدة لو حابين، معلقة كبيرة من الزبدة الطرية، وعندي معلقة كبيرة من الكاسترد باودر، ومعلقة كبيرة من النشا، زبيب أو سوداني. الشربات شربات بسيط وخفيف، مش هنعمل شربات تقيل، هنعمل شربات من 2 كوباية من السكر، 1 كوباية من المية، معلقة من عسل الجلوكوز أو العسل الأبيض، ومعلقة صغيرة من عصير الليمون، وطبعا فانيليا. طيب هنبدأ أول حاجة، هنعمل حاجات بسيطة جدا. إحنا المكونات الجافة هنجمعها مع بعض في بولة، وهندمج مع بعض المكونات السائلة وهنضربها مع بعض، وهنشوف التكنيك بتاع كيك الجلاش هيكون ازاي. هي بسيطة جدا، فبقى عندنا جلاش بقى باقي من رمضان، مكان جلاش كنا بنعمله بنشتغل بيه، احنا ان شاء الله مش هنحتاج ان احنا ايه. بسم الله. بصوا بقى، هاخد كده، مش شرط تكون ورق كامل ولا يكون ورق حتى لو ناشف، لو الجلاش ده نشف عند حضراتكم. هاخد كده الجلاش منه شوية، وهاخد كده الصينية اللي أنا عايزة أعمل فيها كيك الجلاش، هاخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطها هنا وهبدأ ورقات الجلاش هكرفشها كده وهعمل كده، هاخد الورقات أكرفشها كده وهعمل كده جنب بعض، حتى لو هي زي ما قلت لحضراتكم تكون مش ورقات ناعمة أو طرية أو فريش أو متكسرة، أيا كان مش ده المهم في الموضوع. حتى لو مش هتجمعوا الورق كده، لو هيبقى متكسر بشكل معين مفيش مشكلة خالص. أهو بصوا، بصوا الشكل أهو، هفضل أعمل كده على كل ورقة أنا بستخدمها. هاخد كده بقية الورقات وأبدأ أكرفش فيهم تاني، أهو كده كده اهو كده، على حسب حجم الصينيه اللي احنا عايزينها. طبعا الخليط بتاع الكيك ده ما بيبقاش فيه نسبه دقيق، لانه بيبقى حاجه كده كريمي عامل زي الكريمه بالظبط، فبيبقى الموضوع بسيط وجميل وخفيف، وبنسقيها من الشربات زي ما ناس كتير قوي بتحب الكيكس بتاعه الرواني اللي هي بيبقى فيها كيك الزبادي يعني. بصوا اهي، شايفين ورقات كده تدي بقى شكل اللي احنا هنقلبها، يعني الكيك دي بتتقلب فبيطلع شكل الجلاش ده من فوق وبيبقى شكله جميل زي ما حضراتكم شايفينه كده. طيب هنبدأ بقى نعمل تاني هنا اهو، خلاص، وناخد ورقة كمان. وطبعا دي من الحاجات الجميلة قوي، بيطلع مقرمش ورائع. بصوا هو مفنكش بس عامل شكل جميل اهو، شايفين؟ أنا ببص معاكم. تمام، تسلم إيديكم أهو، خلاص، ودي آخر واحدة أهي، حطها هنا، وآدي الجلاشات الأمورة دول، والباقي هطبقه لمرة تانية أقدر أستفيد منه في جلاش تاني إن شاء الله. أنا كده جهزت الجزء الأولاني، هجيب كده بقى بولة، بسم الله، هجففها كويس، هحط فيها المكونات بتاعتي الجافة اللي هي السكر. احنا طبعا هندوب السكر ده مع البيض، بس خلينا الاول ايه نجهز هنا بولة.
القشطه ممكن وش اللبن وممكن تبقى قشطه علب زي ما حضراتكم تحبوا، ايه اللي متوفر عندكم؟ خليني اكسر بس البيضه بيضه بيضه عشان احطها هنا ابقى ضامنه انها تمام. بسم الله اهو. طبعا احنا اتفقنا الواحد بسم الله في الصيف لازم يكون حريص في موضوع البيض ده قوي. اهو بيضه بيضه كده عشان بس اطمن انه كله تمام. بسم الله. طبعا احنا اتفقنا في تنقيط البيض لازم تكون البيضه تقيله، ما تبقاش خفيفه، ده لو احنا لسه بنختار البيض من السوبر ماركت، يعني لسه بنشوف البيض اللي هنشتريه. تكون نقرا تاريخ الصلاحيه من عليها او الانتاج بتاعها عشان ده مهم قوي، ان ما تبقاش بقالها فتره طويله. قلنا البيض لما بيتحط بيتحط بالجزء البيضاوي اللي هو الرفيع اللي تحت في الثلاجه عشان يحافظ على السوائل دايما موجوده بنسبه كبيره، يبقى البيض ده ما بينشفش مننا بشكل واضح. طيب هحط دول هنا وايه، وخليني بقى ابدا اخد البيض ده هروح كده على الخلاط. انا بس هسبق حضراتكم هنا بحاجه، انا عايزه احط سوداني فهحطه كده. بصوا عايزين تجرشوه مفيش مشكله، عايزين تسيبوه بيدي طعم حلو قوي مع الكيك ده بشكل جميل اهو. كام واحد السوداني كده حلوه، انا عارفه ان ندى بتحب الكيك دي قوي، صح يا نودي؟ بتحب كيكي جلاش. انا هسيبها كده يعني نوع من التطعيمه الجميله للمكونات. هحط كده البيض بسم الله بعد ما انا ضمنت انه تمام اهو. وخليني بقى اخد طبعا اول حاجه الفانيليا. اللي حابب في حضراتكم يطعم مثلا برشه من القرفه مفيش مشكله، انا عندي الفانيليا سايله بسم الله، هحط شويه من الفانيليا سايله. الله، انا هحط رشه بس من القرفه تدي طعم كده بس مش هكتر، دي بتدي تيست كده مع الكلام الجميل ده بشكل رائع. هاخد بقى السمن هنا، حضراتكم تقدروا تستخدموا السمنه او الزبده زي ما تحبوا، انا هستخدم السمنه هحطها هنا وادوبها. اوكي اهو ندوب السمنه دي كده شويه، اللي عايز يستخدم زبده مكان السمنه مفيش، اللي عايز يستخدم زيت مكان الاثنين مفيش اي مشكله خالص. طيب عندي معلقه واحده بس من الزبده هحطها معاهم، واحده بس، ودي لدعم الطعم. هاخد السكر بسم الله وهضيفه هنا في الخلاط، وخلينا نضرب الخليط ده الاول مع بعض. هبدأ أضيف هنا الزبدة أو السمنة المذابة بسم الله، وهضرب ضربة كمان. هحط مع معلقة الكاسترد ومعلقة بيكنج باودر، ذرة ملح علشان اظبط وادعم الطعم المسكر اهو. الرقاق بس هيبقى ناشف يعني هيطرى اه معانا، وهو بيسالوني لو عملناها بالرقاق فكره حلوه طبعا. خليني اخد القشطه. بصوا بقى الرقاق طبعا هيتكسر، بس اولا مش هيدينا الشكل بتاع الجلاش لانه مش لين في التعامل الا لو استخدمنا الرقاق الطري الرفيع، بس الرقاق تقيل تخين يعني سميك. لما هتيجوا تسقوها هتبقى حلوه بس هتبقى مقرمشه، مش هتوصل للطراوه اللي زي الكيك ده هنستخدمها. خليني انزل دي بالسباتيولا هنا، دي قشطه طبعا لو في وش اللبن هتبقى جميله تدعمه بقى كيك رائع كريمي ممتاز. وهاخد بقى هنا كده لفه كمان وهبدا اضيف اللبن من فوق بسم الله الرحمن الرحيم علشان احصل على خليط حلو بسم الله.
وبقى الخليط بيبقى كده مفيش دقيق. انا حطيت كاستر ديدع باللون الاصفر الجميل والسمن او الزبده مع بعض، او تقدروا تعملوا بالزيت. بصوا بقى نسمي الله، بصوا بسم الله. طبعا شايفين الخليط كريمي ازاي؟ اولا عشان يمتص الجلاش كويس وتستوي وتطلع لنا خليط رائع. في ناس ممكن تضيف معلقتين دي، انا بصراحه ما بحبش، بس يعني برضو الشباب هنا حاولوا يعملوا كده لقوا الفرق ان اخدت شكل كيكي، لكن هنا بصوا خفيفه خالص. وايه، وتلاقوا نفسكم اما تنسقوها بقى بالشربات هتتبسطوا جدا. الله على الجمال، شايفين الجمال؟ ايه الجمال ده؟ الله الله، شايفين ادي شكل الايه؟ بصوا بتتشربوا ازاي. ندى الرقاق مش هيقدر يتشرب كل الموضوع ده، هنعمل كده من الجناب اهو، هتنفش بقى وتاخد شكل حلو. ويفضل لو حطيته السوداني ما يكونش محمص قوي، يعني يكون يعني نص تحميصه او ني وانتوا تحمصوا جزء، حاجه بسيطه انه هيتحمص في الفرن من السخونيه. بصوا الجمال، هتدخل فرن حراره 180 على الشبكه في النص، مرتفعه مش بعيده اهو. بسم الله، هنحطها هنا ونسيبها بقى، هتاخد حوالي 25 ل 35 على الاكثر دقيقه، اكتر من كده مش هتاخد. طيب انا دلوقتي هعمل الشربات، الشربات اهو قدام حضراتكم. بنحط الاول كميه الميه، بسم الله، وبعدين كميه السكر، كوبايتين السكر اهم. خلاص عندي اختياري معلقه الجلوكوز، وممكن استغنى عنها لو هي مش يعني ايه مش هحتاجها، انا بس ايه عايزه ادعم الشربات بتاعي اهو، نقطه كده، معلقه صغيره او نص معلقه كبيره مفيش اي مشكله خالص كده خلاص تمام. وبعدين عصير الليمون، عصير الليمون ده مهم جدا اهو، بصوا كمان اهو، بسم الله اهو. اوكي تعالوا بقى، انا هسيبه مش هعمل حاجه، هرفعه على النار ولا هقلبه ولا هلمسه ولا هاجي جنبه. اول ما يبدا يغلي ويدخل في الغليان ههدي النار واسيبه 10 دقائق، ده سوى الشربات المظبوط على نار هاديه. بعد ال 10 دقائق هطفي عليه، هضيف اخر حاجه الفانيليا عشان ما احطهاش من الاول وما تمررش. هتبقى شربات رائع وخفيف، هسيبه بقى بره يهدى ويبرد تماما، ياخد درجه حراره المطبخ. لما تطلع الكيك بتاعتي هسقي الكيك بتاعتي بالشربات، واعلن الحكم عن انتهاء الشوط الاول. هنطلع للاستراحه ونرجع للشوط الثاني ونكون استعرضنا الكيك بتاعتنا طلعت اخبارها ايه. مستنيه حضراتكم.